أحوال الطقس هذا المساء مع زميلة مريم. مساء الخير مريم. أهلا ناديا. أهلا بكم مشاهدينا. أبدأ من المغرب، حيث تشهد البلاد تشكلات لسحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل من الضباب خلال ساعات الليل محليا بالقرب من السواحل الشمالية، وستهم سحب منخفضة كذلك خلال صباح الغد الخميس جوار السواحل الوسطى. من المحتمل أن تغطي قطرات مطرية خفيفة ومحلية. يمكننا أن نلاحظ مدى تأثر مختلف المدن المغربية بكثافة هذه السحب، خصوصا على المناطق المطلة على المحيط الأطلسي. بينما هناك توقعات لتكون سحب غير مستقرة شمال مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط بعد ظهر الغد، مصحوبة بزخات مطرية وقطرات متفرقة ستصل خلال المساء والليل إلى المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية، فيما ستكون السماء صافية بباقي المناطق. وإلى أهم أخبار الطقس في العالم نتوجه إلى الصين التي تستعد لوصول إعصار ماتيمو، ثاني إعصار في غضون عدة أسابيع. يتجه الإعصار ماتيمو المقدرة سرعته الرياح فيه ب 140 كيلومترا في الساعة بقوة إلى ساحل مقاطعة فيوجيان ذي الكثافة السكانية العالية بعد سقوط أمطار غزيرة الليلة الماضية على تايوان. يمكننا أن نلاحظ من خلال الفيديو مدى كثافة هذه الأمطار وأيضا الأضرار التي لحقت بالصين جراء هذه الأمطار. وأدى الإعصار إلى إصابة 5 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن ما يزيد على 30 ألف منزل. وقالت وكالة أنباء الطقس شينخوا إن من المتوقع أن يصل مستوى الأمطار إلى 300 ملم في شنغهاي. كان هذا كل شيء. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة.